هذا وأجرت كاميرتان لقاء مع عرفات صالح اليافعي مدير شركة بارج للذخائر على هامش فعاليات اليوم الثاني من معرض إيدكس. أرحب بكم في اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2018. ما زلنا نتابع فعاليات اليوم الثاني ونحن الآن في قسم الإمارات العربية المتحدة، وأرحب بضيفي السيد عرفات صالح اليافعي رئيس شركة بارج للذخائر. يعني بعد التحية يا فندم، أقيم معرض إيدكس 2017 في دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا العام في القاهرة، كيف رأيتم المعرض وكيف رأيتم تنظيم هذا المعرض؟ طبعا اولا اشكرك على هذا اللقاء، ولنا الشرف ان نكون متواجدين في اول معرض للصناعات الدفاعيه في جمهوريه مصر العربيه. هذه المشاركه تاتي ضمن توجيهات القياده الرشيده في دوله الامارات بضروره التواجد مع الاشقاء في مصر ولعرض منتجات دوله الامارات في المجال الصناعي العسكري. عندنا في شركه بارج للذخائر المنطويه تحت اطار شركة الإمارات للصناعات العسكرية، عندنا حوالي 16 شركة و18 شركة من دولة الإمارات مشاركة في هذا الجناح لعرض جميع المنتجات. في شركة بارج لدينا منتجات الذخائر الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ننتج جميع عيارات الخفيفة من 9 ملي إلى 12.7، وفي العيارات المتوسطة ننتج 40 ملي و60 ملي، وكذلك في العيارات الثقيلة ننتج القنابل MK81 والAT2 والAT4. صنعت كلها بأيادي إماراتية. صحيح، هذه الصناعات ولله الحمد ضمن توجيهات القيادة بضرورة تأهيل الكفاءات الوطنية للصناعات هذه، فهي كلها مصنوعة في دولة الإمارات وبأيادي إماراتية. زرتم العديد من المعارض في العالم، ما هو الاختلاف في معرض إيدكس 2018 هنا في القاهرة وبين المعارض الأخرى؟ طبعا ضروري أن يهني الأخوة في مصر، هذا أول معرض في مصر، وما شاء الله يعني ليس رأيي الشخصي ولكن رأي أغلبية زملائي واللي موجودين في المعرض، اللي يحضر المعرض هذا ما يظن هذا أول معرض في مصر. طريقة التنظيم والاهتمام من القيادة المصرية ومن القوات المسلحة المصرية والحضور أيضا جدا مبهرة، وما شاء الله أهنيكم على هذا المعرض ونتطلع للأفضل إن شاء الله مستقبلا إن شاء الله. السيد عرفات صالح اليافعي أشكرك فندم، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. العفو، شكرا جزيلا.